نعم جلال، بعد مرور تقريبا 24 ساعة على مباراة ديربي العرب بين الرجاء والوداد، النقاش ما زال متواصلا حول المباراة، حول نتيجتها، حول كذلك الفرجة التي صنعها الجمهور من هذا الطرف أو ذاك داخل المدرجات، وحتما سيستمر هذا النقاش إلى غاية مباراة الإياب. مباراة جرت في ظروف استثنائية، جرت تحت مظلة منافسة عربية تحمل هذه السنة اسم الملك محمد السادس في نسختها لهذا الموسم، وهذا ما أعطى للمباراة نكهة خاصة، لأن ظروف المباراة وقانون المسابقة سيفرض خروج فريق من هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي فهذا الوضع أثر في المباراة وأثر كذلك في مجرياتها خلال ليلة أمس. الجمهور صنع الأفراح في المدرجات، يعني لوحات بشكل مبهر أبهرت كل من تابعها داخل المغرب وخارجه، وهذا ما أعطى للديربي صفة الاستثنائية في هذا الموسم. على مستوى التنظيم، فالتنظيم من طرف السلطات المحلية أو السلطات الأمنية، كذلك من طرف فريق الرجاء البيضاوي، فساعد كثيرا في إنجاح هذه المباراة، في إنجاح كذلك ولوج الجمهور للملعب، في كذلك إجرائها في ظروف خلت من أي أعمال شغب كما كان متوقعا وكما أعد لذلك من خلال اجتماعات يعني قادتها السلطات الأمنية مع ممثلي الجمهور لإنجاح هذا العرس الكروي. فريق الرجاء وإن كان تعادل يعني بصفته هو المستقبل، وإن كانت النتيجة هي في صالح الوداد أكثر من الرجاء، إلا أنه ربح ماليا من خلال مداخيل قياسية، وهذا ما يمكن أن يساعد كذلك الجمهور في مباراة الإياب لحضور هذا العرس الكروي الذي أعطى صورة مبهرة وصورة مبهجة عن كرة القدم المغربية.